السلام عليكم طلاب الصف الرابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. اليوم رح ننهي الوحدة الأولى بحل ورقة عمل، بعثت لكم إياها واجباتك، اليوم نحلها مع بعض وحل صفحة في كتاب التمارين. نبدأ بحل ورقة العمل. اقرأ البيانات ثم أضع دائرة حول صحيح أو خطأ. أول جملة، ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة، نعم صحيح، أضع دائرة على صحيح. اثنين، يمكننا أن نرى الأشياء لأن الضوء يدخل إلى أعيننا مباشرة من مصدره. كيف أرى الأشياء؟ هل لأن الضوء يدخل مباشرة من المصدر للعين؟ هي إجابة خاطئة، لأنه كيف نرى أي جسم موجود أمامي؟ يسقط الضوء على الجسم ثم ينعكس الضوء إلى العين فأستطيع رؤيته. الجملة الثالثة، إذن هاي خطأ. الجملة الثالثة، تنعكس الأشعة الضوئية عن السطوح الملساء انعكاس منتظم، سطح أملس مثل المرآة، إذا الانعكاس منتظم، إذا رح نحط صحيحة، إذا صحيح. السؤال الثاني، أكمل هذه الفقرة حول عملية الإبصار، أستخدم الكلمات التي في الصندوق. الكلمات الموجودة عندي في الصندوق يا رابع، المنعكسة، الاتجاهات، ينعكس أعيننا والأشعة الضوئية. نبدأ بالجملة الأولى أو بالفقرة، نرى الأجسام عندما تنطلق. كيف نرى الأجسام تنطلق؟ شنو راح ينطلق؟ الأشعة الضوئية. إذا الفراغ الأول راح يكون الأشعة الضوئية. من مصادرها في، كيف تنتقل هذه الأشعة؟ في الاتجاهات جميعها. إذا الفراغ الثاني الاتجاهات جميعها. وعند سقوطها على الأشياء فإن جزء منها، إذا الضوء الذي يسقط على الجسم جزء منها ماذا سيحدث له؟ ينعكس، لما يسقط الضوء على الأشياء ينعكس عن هذه الأشياء فتصل الأشعة المنعكسة، نعم تصل الأشعة المنعكسة إلى أعيننا فنراها. إذا لما تسقط الأشعة الضوئية على الأشياء تنعكس، تصل الأشعة المنعكسة لوين؟ إلى العين فنراها. السؤال الثالث، أي الرسمين يوضح كيف ينعكس الضوء عن سطح لامع أملس؟ ألف أم باء؟ لاحظ السطح لامع أملس، يعني الانعكاس راح يكون انعكاس منتظم، بمعنى جميع الأشعة المنعكسة راح تكون اتجاه واحد. إذا اللي بيمثل الانعكاس اللي هو بيكون في ألف نضع عليها دائرة. الآن يا مس راح نحل في كتاب التمارين صفحة 9. اختار الإجابة الصحيحة. واحد، كيف ينتشر ضوء المصباح في الغرفة؟ كيف بينتشر الضوء؟ رح ينتشر في جميع الاتجاهات، اللي هي الإجابة الصحيحة دال. اثنين، ما شكل المسار الذي يسلكه الضوء عندما ينتقل من مصدره؟ كيف ينتقل الضوء؟ رح ينتقل في خطوط مستقيمة، إذا الإجابة الصحيحة جيم. ثلاثة، كيف أشاهد البرامج على شاشة التلفاز؟ لاحظ ميس إن التلفاز أصلاً مضيء يصدر ضوء، كيف أشاهد البرامج؟ من خلال أنه يصدر الضوء من الشاشة وينتقل إلى عيني، إذا جيم أنه ينتقل الضوء لأنه مصدر للضوء إلى عيني. لاحظ هون ما عم بتحدث أنه كيف أرى جسم، لأنه لو بدنا نحكي عن كيف أرى جسم بيسقط على الضوء وبينعكس للعين، لكن التلفاز نفسه مضيء فيصل مباشرة الضوء إلى العين. السؤال الثاني، من أكثر الأشخاص الذين يستخدمون البايروسكوب الجنود في الخنادق والغواصين، أفسر أهمية ذلك، ليش بيستخدموا البايروسكوب؟ البايروسكوب هو عبارة عن جهاز، هذا جهاز أو منظار. كيف تلاحظ أنه كيف بيكون شكله؟ ما بيكون مستقيم، لكن بيستخدموه الجنود في الغواصات من أجل أنه رؤية ماذا يحدث فوق سطح الأرض. طبعاً بيعتمد، إحنا بنعرف أن الضوء يصير في خطوط مستقيمة، المفروض إذا بدي أطلع من خلال طرف البايروسكوب لا استطيع رؤيه اللي موجود على الطرف الاخر، لكن مبدا عمل البايروسكوب انه بيتم وضع مرايا في الزوايا، يعني هون في عندي مراه وهون عندي كمان مراه. هدول المرايا عند سقوط الضوء على المراه الاولى بتعكسه على المراه الثانيه، والمراه الثانيه بترجع بتعكسه الى الشخص، لذلك يستطيع الشخص رؤيه ما يحدث فوق سطح الارض. إذا ما أهمية استخدام الجنود لهذا البايروسكوب؟ ليتمكن الجنود من مراقبة ما يحدث على السطح وتحديد وجهاتهم في أثناء تواجدهم في الغواصات تحت الماء. طبعا تحت الماء لا يستطيع بيكون ما في لا يستطيع رؤية ماذا يوجد في السطح، كيف يوجه الغواصة؟ بيستخدم البايروسكوب عشان توجيه الغواصة للاتجاه الصحيح. السؤال الثالث، يوجد خطأان واردان في ظل الرجل المتكون في الشكل، اكتب الخطأين الواردين في الشكل.
اطلع على شكل الظل يا رابع الموجود، لاحظ مصدر الضوء اللي هي الشمس موجود في هذا الاتجاه، إذا الظل يجب أن يكون في الجهة المقابلة، هذا أول خطأ. الخطأ الثاني، دائما يا رابع شكل الظل مطابق لشكل الجسم، لاحظ الرجل رافع إيده اليسار، لكن الظل لا مش مرافع الإيد اليسار، إذا الظل غير مطابق لشكل الرجل، إذا الخطأين إنه موقع الظل يجب أن يقع في الجهة المقابلة لمصدر الضوء اللي هي الشمس، وثانياً إنه شكل الظل لا يطابق شكل جسم الرجل. هيك رابع بنكون أنهينا الحمد لله الوحدة الأولى، المرة الجاية رح نبدأ بالوحدة الثانية إن شاء الله، يعطيكم العافية.